الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. مباراة الهلال والرائد كانت تستحق هذه النهاية، وهو علي البلية واقف بينفخ البلالين. حضرتك نهاية عظيمة كابتن. معلش هو ليه الماتش كمل لحد الدقيقة 13؟ صديقي العزيز الماتش كان فيه وقت كتير جدا ضايع، وكان فيه لحظات كتيرة جدا الوقت فيها كان بيضيع. فقصة ان الحكم يدي 10 دقايق بدل ضايع وان هو يزود، دي حاجة طبيعية جدا 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 يا صديقي العزيز. بس كالعادة يعني الكلام ده الناس بتتكلم فيه بعد ما علي البليهي مسجل هدف في الدقيقة 100. علي البليهي سجل هدف في الدقيقة 100 و100 وكام؟ البليهي سجل في الدقيقة 114. البليهي سجل في الدقيقة 114 هذا الهدف. صديقي العزيز الهلال كالعادة بدأ بشكل قوي وبدأ بشكل ضاغط، ولكن قبل ما نتكلم عن البداية لازم نتكلم على كانسيلو. عظمه ما يقدمه كانسيلو حاليا عظمه. الناحيه الثانيه رينالدو دي تقريبا تعب من كتر الاشاده اللي احنا قعدنا نشيد بيها ليه، فجاب مستوى على الارض. معلش رينالدو دي بقى بتاع السنه اللي فاتت رجع، الحمد لله على السلامه يا كابتن، الحمد لله على السلامه. لا بجد لودي رجع بتاع السنه اللي فاتت، يعني نفس اللودي بتاع السنه اللي فاتت رجع. في مشاكل دفاعيه موجوده ناحيه الشمال قدر يسجل منها فريق الرائد هدف اول. الهلال كان بادئ بشكل قوي والهلال كان بادئ بشكل شرس، ولكن دخل في مرمى هدف. الهلال قاعد بقى يا صديقي العزيز لحد الدقيقة 42 يدور على هدف التعادل، يعني الهلال دخل فيه جون في الدقيقة 7. من الدقيقة 7 لحد الدقيقة 42 الهلال حاطط فريق الرائد في نص ملعبه. حط فريق الرائد في نص ملعبه. وقدروا إن هم يروحوا بدل المرة مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، وفي نفس الوقت كنا بنشوف تألقات لموريرا حارس مرمى فريق الرائد، كنا بنشوف فرص ضائعه من ماركوس ليوناردو، كنا بنشوف فرص ضائعه من مالكوم، كنا بنشوف محاولات من سالم وميتروفيتش. فبتتكلم على الهلال كان قادر ان هو يروح وكان قادر ان هو يضيع كتير وكان قادر ان هو يشكل خطوره كبيره على مرمى فريق الرائد، لحد ما جه سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش وقدر يحط هدف عظمه. العظمه في التسقيطه، سافيتش مسقط الكره بدماغه حلوه قوي، تسقيطه حلوه قوي، راحت من فوق موريرا رايقه. رغم ان موريرا برده حارس مش قصير، يعني انت بتتكلم على موريرا اندري موريرا حارس مش قصير، انت بتتكلم على حارس 195 سنتي، انك تعمل له لوب بالشكل ده لا عظمه عظمه على عظمه. علشان خاطر الناس تتوقع ان خلاص بقى الهلال هيدوس وهينزل الشوط الثاني هيدوس على وش فريق الرائد، ولكن صديقي العزيز في عز ما الهلال ما بيحاول وفي عز ما الهلال ما كان ضاغط وفي عز ما الهلال ما للاسف الشديد كابتن سالم الدوسري بيتصاب، وبنتمنى ان شاء الله باذن الله الاصابه تكون خفيفه بالنسبه لكابتن سالم الدوسري اللي نزل مكانه محمد القحطاني وكانه نزل مكان ناصر الدوسري. فاي محاولات لان انت تمسك نص الملعب ومحاولات ان انت تلاقي التركيبه الافضل بعد غياب روبن نيفيز، ان روبن نيفيز فارق جدا مع فريق الهلال، غيابه فارق. الهلال بيلبس هدف تاني عن طريق البديل يحيى سنبل. يحيى سنبل اللي نزل مكان كريم البركاوي صاحب الهدف الاول، يحيى سنبل قدر ان هو يسجل هدف تاني في الدقيقه 77 عشان الناس تقول بس الماتش هيتصعب على الهلال. وفعلا يا صديقي الماتش صعب جدا على الهلال، ولكن صديقي انت بتتكلم على الهلال، جو كانسيلو بيلعب كروس عالمي، كانسيلو بيلعب كروس عالمي لماركوس ليوناردو، وماركوس ليوناردو بيسجل هدف تعادل في الدقيقة 87. نعم صديقي الهلال تعادل في الدقيقة 87، دخل في جون في الدقيقة 77، بعدها ب 10 دقايق قدر ان هو يسجل هدف التعادل. وال 10 دقايق دي كلها كانت محاولات من جانب فريق الهلال، وكان في تألق من خط دفاع فريق الرائد وتألق من جانب موريرا حارس مرمى فريق الرائد. وبعدها المدير الفني خسوس قرر ان هو ينزل رينال لودي مكان متعب الحربي، والهلال قدر ان هو يسجل هدف عن طريق علي البليه من اسيست من محمد كانو لعب كروس وعلي البليه قدر يحطه بدماغه في الدقيقه 114. الدقيقه 114 الهلال قدر يسجل هدف جميل جدا عن طريق علي البليه. ليه ماتشات الهلال بدات تصعب؟ لان ثغرات الهلال بدات تبان بالنسبه للمنافسين. الهلال عنده مشكله على الاطراف، عنده مشكله في المسانده الدفاعيه على الاطراف، عنده مشكله في عمليه الارتداد بالنسبه ل لعيب زي رينال لودي او بالنسبه لجو كانسيلو. فانت بتضرب الاطراف بتاعه الهلال وبتلعب ورا الاطراف بتاعه الهلال، ونوعا ما بقى في توفيق بالنسبه للعيبه اللي بتلعب في خط الهجوم بتاع الفرق المنافسه ضد الهلال. لان مثلا بتتكلم على الهدف الثاني يحيى سنبل حطيتها في زاويه ميته،
وبرضه نفس الكلام بالنسبه للهدف الاول. وبرضه لازم تتكلم على ان يا معلم الهلال عنده مشاكل دفاعيه، الهلال عنده بطء شويه في الدفاع بتاعه. فانت بتتكلم على اطراف ما بترجعش بسرعه، وبتتكلم على مساكين نوعا ما بيعانوا شويه من حاله بطء. فانت هنا بتتكلم على منظومه دفاعيه ما بقتش قويه زي السنه اللي فاتت، يعني منظومه دفاعيه ما بقتش في افضل احوالها زي السنه اللي فاتت، بجانب توفيق من مهاجمين الخصوم. فالوضع بالنسبه للهلال بقى صعب شويه، الوضع بالنسبه للهلال بقى صعب شويه. بجانب ان سالم الدوسري اصاباته بدات تكتر، يعني كابتن سالم الدوسري اصاباته بدات تكتر. الدنيا بالنسبه له السنه دي غير السنه اللي فاتت خالص في الدوري، يعني سالم من 13 ماتش مساهم في 7 اهداف. السنة اللي فاتت سالم الدوسري عمل موسم عظيم جدا، يعني السنة اللي فاتت سالم الدوسري عمل موسم عظيم. سالم الدوسري السنة اللي فاتت ساهم في 18 هدف، 18 هدف في 27 مباراة. وانت هنا بتتكلم على قيمة كبيرة جدا زي سالم. متروفيتش رغم انه هداف الدوري، بس النهاردة الدنيا بالنسبة لمتروفيتش ما كانتش افضل حاجة خالص. فانت بتتكلم على ان بدأ يبان في مشاكل عند التلت الامامي بتاع فريق الهلال. فالماتشات بدأت تتصعب عند الهلال عشان المنظومه ما بقتش بنفس القوه بتاع السنه اللي فاتت، والمنظومه نوعا ما دخلها الشك من بعد الخساره امام فريق الخليج. ولكن اتمنى ان الهلال يرجع بسرعه، والهلال حتى هو عنده مشاكل في المنظومه ويقدر ان هو يكسب ماتشاته. مبروك للهلال، وهارد لك لفريق الرائد اللي عمل مباراه محترمه جدا.